يمر على أبشع جرائم القرن الواحد والعشرين، تنظيم إرهابي ما يسمى بتنظيم دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام داعش، في ليلة وضحاها استطاع أن يحتل سهل نينوى الذي كان يقطنه قرابة 120,000 مسيحي. 120,000 مسيحي أصبحوا بلا مأوى، مجردين من كل شيء، خرجوا من بيوتهم حاملين أمتعتهم الخاصة بهم، ولم يستطيعوا معظم العوائل من حمل أبسط مقتنيات منازلهم سوى كان مبلغ مال أو جهاز خلوي. اليوم بعد مرور عام على هذه المأساة وبعد تهجير هذا العدد الهائل من السكان الأصليين من المسيحيين من هذه القرى والبلدات وتوجههم إلى إقليم كردستان العراق، وخصوصا نسبة كبيرة منهم اتجهت إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، في أربيل توجهوا إلى عنكاوة التي كانت ولا زالت بلدة مسيحية بتآخ وسلام يقطنها الجميع من المسيحيين والمسلمين واليزيديين دون تفرقة. لتسليط الضوء على هذا العام المأساوي، بعد أن كان عدد النسمة في عنكاوة 40,000، في ليلة وضحاها أصبح فوق 100,000 نسمة. لتسليط الضوء على كل هذه الأمور ولتوقف على كافة مراحلها، سوف نلتقي بسيادة المطران مار بشار متي وردة، راعي أبرشية أربيل الكلدانية، الذي عمل جاهدا هو وكل المتطوعين من الشباب والشابات ومن أهالي أبرشية أربيل الكلدانية لإيواء ومساعدة النازحين. نشكر سيادة المطران إتاحته لنا هذه الفرصة، وأهلا وسهلا بك سيدنا. أهلا وسهلا بك سيدنا. إذا تنطينا تفاصيل الساعات الأولى للتهجير حين استقبلتم المهاجرين بهذه الأعداد الضخمة، وتلك الليلة كانت عصيبة على الرعية كرعية أبرشية أربيل الكلدانية، كان هنالك خطر نوعا ما على أربيل أيضا، ممكن أن نكون في الصورة لتفاصيل هذه الساعات؟ يعني أولى العوائل اللي وصلت كانت تقريبا ساعة 7:30 الأربع مساء يوم الخميس 7:08، واللي فهمنا من عندهم أنه هناك خطر كبير حيصير على قرقوش، ولذلك هم تركوا البلدة والمدينة بلدة قرقوش ولجأوا إلى بالطبع إلى الكنائس، وكانت أول كنيسة هي كنيسة مار يوسف لأنه هي في مدخل عنكاوة. يعني حقيقة احنا بدينا أيضا نتصل، يعني أو دخلناهم للكنيسة، بس بدينا بعدين نتصل تأكدنا من الأخبار أنه هناك يعني خطر على هذا السهل، بسبب أنه قوات البشمركة أعلنت أنه راح تسحب قوات البشمركة اللي هي على سهل نينوى، نظرا لعدم تمكن هذه القوات في الظروف اللي هي بيها وبالإمكانيات العسكرية المتاحة. وبعد دراسة لهذا الواقع قرروا الانسحاب لأنه ما يقدرون بما لديهم من إمكانيات أن يوفرون الحماية اللازمة. وقبل الانسحاب بثلاث أربعة أيام أعطوا الخبر أنه هذا هو واقعنا كقوات البشمركة، أسلحة ما عدنا من بغداد، تمويل ما موجود، دعم ما عدنا كافي لأن نغطي مساحة 1000 كيلومتر حدود مع داعش.
فكان القرار أنه لازم يكون هناك الانسحاب وترك هذه المناطق بدون حماية، أكيد يعرض المسيحيين إلى الخطر، ولذلك تم إبلاغ العوائل مسبقا أنه هذه هي الخطة. فالعوائل أكيد هي تقدر الواقع أيضا، فقررت أن تخلي كل هذه الأماكن. كان قبلها هناك رمي بصواريخ الكاتيوشا على بلدة قرقوش، بما معناه كانت رسالة واضحة على أنه هو هناك نية لأن يتم احتلال هذه المنطقة. كنا إحنا في تلك الليلة أيضا تحضيرات للمناولة الأولى في كنيسة مرقرداخ، ورحت بس دا أستعلم وأشوف الوضع شلون يكون يعني. وعند عودتنا إلى الكنيسة الساعة 9:30 كانت الكنيسة ملآنة بالعوائل. إلى الساعة 2 بالليل تقريبا صار عندنا حوالي 620 623 24 عائلة موجودة في صفوف التعليم المسيحي، في القاعات، في الحدائق. واضطرينا أيضا أنه نفتح الكنيسة كمبنى الكنيسة داخل الكنيسة، وتم تأجيل كل الصلوات وغيرها من القداديس، وأوعزت إلى أن تفتح كنيسة مار جورجيس وكنيسة مار إيليا كمزار من أجل أن تستقبل العوائل. خلصنا المناولة الأولى يوم 8/8، وما زالت أعداد العوائل متواصلة باستمرار، ملأت كل هذه القاعات. بعدها كنا مضطرين أيضا إلى أن نتصل بالمحافظة، والمحافظ نفسه أستاذ نوزاد هادي إجا من أجل أن يشرف معنا ومع كل منظمات المجتمع المدني وممثلي أحزابنا المسيحية. كان هناك هالدافع لأن حقيقة نقدم فتشي جميعا سوية. لجوء العوائل إلى الكنيسة يعني كان يعني هي رسالة أعطتها العوائل أنه هي الكنيسة ملجأنا الأول، وهذا مفهوم يعني، مو أنه ما هو تقليل من قيمة الآخرين بقدر ما أنه العوائل شعرت أنه هذا هو المكان اللي يأمن. وحقيقة الكل يعني كان مساند لنا. في ليلتها تم يعني جالي اتصال على أنه هناك كهنة عالقين بالطريق، كهنة كبار بالعمر، فهل بالإمكان مساعدتهم من خلال أنه نبعث سيارات؟ فطلعت أنا وأيضا شباب معانا من أجل أن يعني نشوف شلون نقدر نساعد هؤلاء الشيوخ. وكان المنظر مؤلم جدا، يعني عشرات الآلاف من الناس. يعني إحنا وصلنا إلى كلك ثم عبرنا كلك، وهذا الطريق كله تشوف يعني قوافل من الناس بس دا تمشي أطفال، نساء كبار بالعمر، يعني حالة كلش تعيسة. أيضا مع باصات اللي كانت عندنا بالكنيسة استطاعوا أن يعني أكيد تقديم ما يمكن تقديمه. وأيضا لاحظنا هناك كثير من الخيرين اللي كانوا أيضا دا يجلبون، بس كثير من الناس سارت كل هذا الطريق، طريق الجلجلة حقيقة. وعد ما وصلنا مع المحافظ ومدير الناحية ومدير البلدية تم الإعازة إلى فتح كل المدارس أيضا، وفتحت 11 مدرسة. يعني خلال 72 ساعة تقريبا كان عندنا في عنكاوة بالتحديد أكثر من 10,000 عائلة. سيدنا، في الليالي الأولى كم كان العدد بالبداية؟ هو يعني أول 3 أيام، أول 72 ساعة تقريبا 10,000 عائلة في عنكاوة، بس بعدين أيضا انتشر عوائل أيضا. يعني مثلا أحد الخيرين مثل أستاذ نزار حنا فتح مجمعنا اجتماعي اللي هو في وسط أربيل، وقدم تحت تصرف الكنيسة أيضا لإسكان العوائل، وما زال العوائل كلها تسكن من اليوم الأول. وفر المبنى، الماء والكهرباء، يعني
مثل هالمبادرات الخيرة، يعني أنا أطلقت مبادرة أو عزت إلى طلبت من أهالي عنكاوة أنه يستقبلون، وكنت ألاحظ يعني على الأقل في كنيسة مار يوسف كيف كانت العوائل تجي وكانت تطلب سيدنا، أكو عائلة من 4 نفرات، أكو عائلة من 3 نفرات، يعني كانوا يسألون وكنا نقول لهم أنه فلان عائلة، وكانوا يروحون كانوا يروحون، عدا أنه كانت البيوت مفتوحة، بيوت أهل عنكاوة كانت مفتوحة ل مثلا يعني الاستحمام الطعام، كثير مثل هالمبادرات، بيوت أعطيت مجانا تحت تصرف الكنيسة، وما زال إلى اليوم هذه البيوت مشغولة من قبل النازحين. ف يعني أمام هالمأساة بالتأكيد هناك مقابلها خير كبير أيضا يجي. ما نتفهمه هو أنه خلال 72 ساعة الأولى الدعم الرئيسي للمهجرين كانوا أهالي عنكاوة فقط قبل ما تدخل أي منظمات دولية. أول 4 أيام يعني أول 4 أيام 5 أيام أكيد أهالي عنكاوة قاموا كلهم بالواجب، يعني يعني وين ما كانوا المهجرين، سواء كانوا في الكنائس أو منظمات المجتمع المدني أو في مقرات الأحزاب أو في المدارس، كلها كان من أهالي عنكاوة، والتبرعات اللي كانوا هم أيضا أهالي عنكاوة وسكنة عنكاوة اللي قدموها، يعني اللي كان يجيب أكل، اللي كان يجيب ماي، اللي كان يقدم يعني مبالغ من أجل أنه تكون تحت تصرف مسؤولي المراكز. بعدين بعد وراء أسبوع يلا بدأت تدخل المنظمات إلى الساحة. كم مركز كان أكو خلال الأسبوع الأول؟ من اليوم السبت اللي هو ثالث يوم التهجير إلى تقريبا منتصف الشهر الـ11 تشرين الثاني كان عندنا 26 مركز. منو كان يدير هذه المراكز؟ المشرفين هم من أهل من المهجرين أم من أهل عنكاوة ومنظمات؟ هو كان عندنا لجنة إسقفية، لجنة إغاثة إسقفية اللي هي متمثلة مني أنا، سيدنا إميل نونا، سيدنا داود متي شرف، سيدنا بطرس موشي، وسيدنا شماني. احنا كنا كلجنة إغاثة إسقفية عليا، وكلفت أن أيضا أن أكون مع مسؤولي المراكز، يعني مسؤول المركز إما إذا كانت هما منظمات مجتمع مدني فهو واحد هو من هو مسؤول المنظمة أو من يمثله كان هو المسؤول المركز. في الكنائس اختارينا الآباء الكهنة والراهبات، وكان أيضا معهم علمانيين، يعني هكذا كانت يعني خليط من عدة جهات. فكنا نجتمع يوميا الساعة 5 المساء للتقييم، أولا حاجات كل مركز وشنو اللي ممكن أن نوفره وكيف ممكن أن يتوفر، وكل واحد كان يقول أنه من ده تجيل المساعدات شون ده يقوم بالتدبير. وشبابنا شباب عنكاوة كانوا هم متواجدين أيضا في الخدمة، يعني إن كان ثلج إن كان ماي إن كان نقل مواد غذائية، هم وسياراتهم كانوا كلهم يعني تحت التصرف. بالتأكيد من أجل أن تكون الخدمة ممتازة قمنا بإعداد ما نسميها داتابيس، والداتابيس قاموا بها شبابنا من شباب الأبرشية اللي كان عندنا أكثر من 50 شخص يشتغل في هذا المشروع متطوعين، قسم يملون الاستمارات التفصيلية وآخرين إدخال المعلومات. عملية يعني كانت تبدي من الساعة 9 صباحا إلى 12 بالليل 1 بالليل، الشباب دائما كانوا هم اللي كانوا يقومون بهذه العملية. نعم سيدنا، الأسبوع الأول كان عصيب، لكن بعد الأسبوع الأول ولغاية اليوم عام يمر، هناك وفود كبيرة تأتي وتزور بأعلى المستويات وإلى منظمات صغيرة من رؤساء دول، رؤساء وزراء، وزراء خارجية، أعضاء برلمان. ما هي قراءتكم لهذه الزيارات؟ يعني هي
هي أكثر من زيارة دبلوماسية. أولا يعني زيارة كل هذه الزيارات كان زيارة الكنيسة والحديث مع رؤساء الكنائس حول واقع المسيحيين وحول حاضرهم ومستقبلهم، هذا هو الحديث اللي كان دائما الشغل الشاغل. هذا هو مهم، يعني الزيارة بحد ذاتها مهمة لجذب أو لفت الأنظار على المصيبة والكارثة التي حصلت لأبنائنا ومؤمنينا في الموصل وسهل نينوى. فهذه الزيارات هي كانت مهمة، نتائجها وثمارها طبعا يعني هذه متروكة لمن يزور هو نفسه، شنو إمكانياته شنو استعداداته. بعض الزيارات كانت يعني أيضا مهمة، أنه هي تعرفون أنه الدول عندها كثير من المنظمات أيضا المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة، فبسبب هالزيارات كانت منظمات الإغاثة وما زالت التابعة لهذه الدول تتوجه إلينا وتطلب احتياجاتنا، لأنه تحصل هي على تمويل من حكوماتهم. يعني كثير من المنظمات الفرنسية، الكندية، الألمانية، الإنجليزية، الأمريكية، كلهم هذه بعد بسبب هذه الزيارات كانت تحصل هذه الجمعيات والمنظمات على تمويل من الحكومات اللي تابعة لها، وكانت تجي وتقول يا با احنا عندنا فانس مبالغ حاضرة لدعم مشاريع، فشنو الحاجات؟ فكنا نقترح حسب يعني مثلا فلان مركز محتاج كذا، مراكز أخرى محتاجين بهذا، أخرى محتاجين إلى كلينيك، يعني حسب. فهذه الزيارات لم تكن فقط بروتوكولية، لا يعني ما كانت أنه فقط هي دبلوماسية وأنه واحد، لا كان أيضا بعدين لها نتائج أخرى كانت تصير لاحقا، أنه المهجرين ينتفعون من طبعا من التمويل اللي تحصل عليه هذه المنظمات. احنا ككنيسة بما انه هو مؤسسة وجماعة روحية، عادة الدول ما تتعامل، يعني الدول المانحة لا تتعامل مع الكنيسة من ناحية المنح، وبالتالي يعني لم نقبل ولم يعني ما صار هناك اي عطية أو تقدم من أي دولة إلى الكنائس، هذا ما ممكن، يعني ما صار هذا الشيء. عادة الدول تقدم ل يعني منظمات مجتمع مدني أو منظمات إغاثة ومؤسسات تابعة لها، أما ما تتعامل مع الكنيسة بشكل مباشر. فلا، هذه الزيارات كانت مهمة، وأيضا تأتي في التركيز على أهمية الوجود المسيحي. نعم. وهذه كانت مهمة أيضا. نعم. لكن سيدنا كثير ما نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي أو من هم في هذه الدائرة ومن يتابع يقول زيارات الرؤساء والوفود وهم يحملون في زياراتهم مبالغ معينة للمهجرين، وهناك انتقاد من المهجرين إلى الكنيسة وإلى من يعمل لتحسين ظروفهم، أنه أين تصرف هذه المبالغ؟ يعني إحنا نتحدث حديث يعني نقول اللي هو معاه إثباتات وبراهين، وهو حديث لازم يكون يتصف بالمعقولية والعقلانية. أي رئيس دولة أو أي دولة اليوم عندما تمنح أي مبلغ عادة تفتخر، يعني مثلا اليابان من تقول أنا نحن خصصنا منحة لنفرض 5 مليون دولار للمهجرين، تعلنها وتعلن لمن أعطيت، يعني هو ما هو في شيء مخفي. من إنجلترا تقول خصصنا كذا مبلغ، ومن أمريكا تقول خصصنا مبلغ. فمن يقولون هذا المبلغ ما كفت شيء يمنعهم من أن يقولون وتم تسليمه إلى سيادة المطران بشار متي ورده، ما كفت شيء يمنعهم. بس إذا لم يعلن لحد الآن فإذا لم يعطى لحد الآن. أرجع أقول أأكد على حقيقة أنه المبالغ اللي تخصصها الحكومات لا تعطى كاش ونقدا لأي جهة لا كنسية
ولا حكومية تعطى مقابل برامج، وأي كل برنامج يقدم من قبل الكنيسة لن يدعم من قبل الدول المانحة، لأن الكنيسة هي مرجعية روحية. احنا برامجنا تم دعمها من قبل الكنائس وليس الحكومات، برامجنا تم دعمها من قبل كنائس وجماعات كنسية، من قبل مؤمنين بالخارج، من قبل كاريتاس الدولية، من قبل ميسيو، من قبل تشورتش النيد، من ميزيريور سيارات، يعني كثير هي هالمنظمات الكنسية. لكن يعني وبعدين مثل ما دائما يقال، من له أي شهادة أو من له أي وثيقة ليش ما يقدمها للإعلان وللإعلام كله، ويعني يقول إنه هذه هي وثيقة رسمية تؤكد على إنه الكنائس استلمت هذا المبلغ من هذه الجهة، ما بيعرفت شيء. يعني هذه الشفافية هي مطلوبة. أما إثارة يعني إثارة مشاعر المهجرين اللي هم يعانون من مأساة كبيرة، وتجي أنت تثير الفتنة والبلبلة وتثير وتلصق التهم والأقاويل بهذه الكنيسة وبهذا الكاهن وبهذا المطران جزافا، فهذه خطيئة، وخطيئة أكبر، لأنه حرام أولا تكذب، وحرام تأذي المهجر بمثل هالمعلومات الخاطئة. إذا كان هناك أي معلومة ليش لا، إحنا نريد الشفافية من قبل الجميع. إذا واحد هناك عنده أي وثيقة تبين أنه الرئيس الفرنسي أو وزير الخارجية الألماني أو كل هذول اللي زاروا قدموا للكنيسة مبلغ معين مخصص للمهجرين، ليش لا خلي يكشفها. وذاك الوقت يعني أكيد هناك كثير من الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المهجرين. لكن دائما أنا أقول يعني في مثل هالأزمة توخي الحقيقة هو مهم جدا، لأنه الحقيقة هي تحب. وبعد أكثر حرام علينا نهيج المهجر ونضيف على مأساته ألم آخر، أنه خليه يفقد الثقة ويتصور أنه حقوقه سرقت، وهذه مو صحيح. نعم سيدنا بشار، من المهجرين هم كانوا تحت حكومة المركزية قبل التهجير، ما هي معونات أو مساعدات التي قدمتها الحكومة العراقية المركزية لغاية الآن للمهجرين؟ بداية الأزمة زارنا وفد من دائرة من وزارة الهجرة والمهجرين ومن بغداد اللي هو كان مكلف بتقديم المساعدات، زودناهم بأسماء بداتابيس كاملة. المعونات اللي قدمت ضئيلة جدا، يعني قدمت يعني مواد غذائية، واللي يعني أيضا تم كشف عن فسادها وبعثرتها، وبدأوا بمنحة المليون وهيئنا لهم أمكنة من أجل تسهيل الأمر. يعني حاولنا أن حقيقة نعمل مع الحكومة المركزية في تسهيل قضية تقديم المساعدات. بدأوا بالتوزيع المليون وانسحبوا، راحوا إلى دهوك وانسحبوا. يعني هناك تلكؤ كثير في هذه العملية. حقيقة أمام مأساة المهجرين أنا أقول أنه بغداد كانت مقصرة، الحكومة المركزية كانت مقصرة، لأنهم حتى لو كانت يعني فقط تعتمد على منح مالية مباشرة إلى العوائل، كان هذا كان يساعد العائلة كثير. يعني حتى لو ما كانوا يقدمون أي مواد، كان فقط يقدمون منح إذا كانت حقيقة القضية جدية، أنه يقدمون منح مالية للعوائل، هذا كان كلش كافي. لأنه إذا كل عائلة كانت تستلم المنحة، يمكن 3-4 عوائل كانوا يشتركون في تأجير بيت مثل ما حصل. بس مشكلة لا قدمت، يعني خصصت مبالغ حسب معرفتنا همنا. مشكلة أنه خصص، إحنا نسمع بالأخبار أنه خصص هذا المبلغ من قبل الحكومة المركزية، يجي السؤال كيف صرف ومتى صرف ولمن صرف، هنا ما عندنا أي داتا.
فمع الأسف الحكومة المركزية كانت مقصرة بهذا الجانب، مو بس تجاه المسيحيين، يعني هناك أكثر من 1,400,000 إلى 1,500,000 مهجر في إقليم كردستان. سيدنا، هل فتحتم الحكومة المركزية أو ناشدتم الحكومة المركزية سواء كان من خلالكم أو من خلال غبطة الباتريارك أو مطارين أنا مودية أمون المهجرين أكثر؟ عدة مرات، يعني خلال زيارة المسؤولين مثلا أستاذ عياد علاوي، السيد الحكيم، أستاذ صالح المطلق، كلهم ذولا دائما كنا نقول لهم الصراحة أنه هناك تقصير واضح، هناك تقصير واضح، هناك تقصير واضح. هذه العوائل تحت مسؤولية الكنيسة والخيرين، لحد الآن الحكومة مقصرة، كان كلش كلام واضح. وغبطة الباتريارك مان لويس أيضا كان في تواصل في بغداد بطلبات مكتوبة أنه هناك هذه الأرقام، هناك هذه الاحتياجات، وكان أيضا يقترح شكل المساعدة، بس مع الأسف يعني. نعم، كيف تقيم دور حكومة إقليم كردستان خلال هذا العام؟ حكومة الإقليم، احنا يعني من البداية بشخص المحافظ و أستاذ نوزاد هادي وأستاذ كريم سنجاري اللي هو كان أيضا مسؤول شبه على هذا الملف، ملف المهجرين، يعني التواصل والحضور الميداني كان كلش مهم ودعم قوي، تسهيلات استثنائية، يعني أن تستقبل 125,000 عبر الحدود، وهناك خطر أن يندس بين هذه الجموع يعني الأشرار، فتشي كان وارد، لكن التسهيلات اللي يعني حاولوا أنه يقدموها على الحدود كانت كبيرة. البعض أكيد تضايق لأنه العدد هو كبير، وأمام هالكارثة الأمنية وأمام التحفظات والاحتياطات الأمنية اللي لازم تأخذها الحكومة واللي هي مفروضة أيضا لحماية الإقليم، مع ذلك قدمت تسهيلات كبيرة. طبعا إقليم كردستان يعاني من أزمة مالية، وقيل من اليوم الأول أنه يؤسفنا أنه ما نقدر نقدم أكثر بسبب الـ 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 الأزمة المالية اللي يعاني من عدد الإقليم، لكن أنا أقول التسهيلات اللوجستية والإشراف الميداني وتوجيه الوفود الرسمية نحو زيارة المسيحيين، يعني تقريبا ماكو مسؤول زار الإقليم وإلا وضعوا في برنامجه زيارة المسيحيين، وهذا جزء هذا مهم. يعني هذه الأمور عادة ما يشوفوها الناس إنه شلون، بس هي مهمة إنه وزير، رئيس وزراء، مسؤول كبير عندما يزور الإقليم ويوضع في برنامجه إنه زيارة الوفود وتقديم التسهيلات، إضافة إلى إنه من كان يعني الشيء الأهم أيضا إنه حكومة الإقليم وجهت كل المنظمات لأن تقوم بالمساعدة بشكل مباشر دون العودة والمرور، يعني هالروتينيات وهالبيروقراطية اللي يعني ألغيت ساعدت كثير المنظمات من أجل أن تصل مباشرة إلى المهجر، إن كان إزيدي، إن كان مسلم، إن كان مسيحي، وتساعده بشكل مباشر. هذه مهمة، يعني أكو خطوات المهجر ما يشعر بها، بس هي مهمة من جهة الحكومة أنه أنت تتجاوز كثير من البيروقراطية من أجل أن تصل إلى المهجر. عدا الأمور اللوجستية والزيارات، حكومة كردستان قدمت أي مبالغ مالية لدعم المهجرين؟ أرجع أقول الحكومة، أي حكومة ما تقدم مبالغ كاش، يعني إذا بشكل مساعدات دائما ينفذ برنامج. مثلا المحافظة نفذت برنامج نصب 1,000 كرفان للمسيحيين، وقدم هذا المركز، هذا الكامب كله للكنيسة، فلتكون الكنيسة تشرف عليه. قدمت مثلا يعني أمور أخرى، يعني كنا مثلا نطلب إن كانت يعني بعض الكرفانات أو يعني أقول مواد عينية،
احنا عادة نقدم طلب او تسهيلات فيما يخص الطبابة، تسهيلات فيما يخص المدارس. يعني انا كثير اشكر وبامتنان دور استاذ فهمي بابا كمدير تربية اطراف اربيل على الجهد الكبير اللي هو كشخص كان مواكب يعني كمسيحي أدى واجبه وما زال يؤدي واجبه مع فريق أيضا المتكون من شماس دلدار وآخرين وشماس شوان اللي قدموا واجبهم كمسيحيين وبالتزام، لكن أيضا هو كمدير تربية أطراف أربيل هو المديرية الوحيدة اللي 11 مدرسة من المديرية وفي عنكاوة تحديدا. هذا الشيء الآخر اللي يمكن ما حد ما يشعر به، أنه أهل عنكاوة أيضا تضرروا أنه أولادهم حرموا من مدارسهم الاعتيادية. يعني وين الطالب يداوم 200 متر 300 متر عن بيته؟ وين الطالب أنه بسبب وجود المهجرين في المدارس وإشغال المبنى تم إعادة يعني نقول تثبيت مكان المدرسة في أربيل أو دمج المدارس. فهذه يعني كانت مشكلة كبيرة، بس يعني بإدارته الحكيمة كان أستاذ فهمي قادر على أنه كل المدارس في عكاوة تبدي دوامها وتكمل سنتها بانتظام من خلال إعادة من دون إجبار العوائل على أن تترك المدارس. هذا أيضا كان فد عبء كبير يعني. فهنا يعني هنا أقول أنه الحكومة مساعداتها كانت أيضا هي برامج. ما نقدر ننسى مثلا دور مديرية أوقاف شؤون المسيحيين، دور الأستاذ خالد كان كبير واللي هو جهة حكومية أيضا، لكن إضافة إلى وظيفة الحكومية كان هناك التزام يعني يخليه أنه يسهر معانا إلى الليل ويقدم كل هالخدمات، أن يكون يرافق الوفود، أن يقدم التسهيلات. تشوف هو جانب حكومي لكن أيضا هناك جانب شخصي. فعودة للسؤال، يعني الحكومات لا تقدم مبالغ نقدية. الحكومة العراقية من خصصت مبالغ نقدية كمنح خصصتها للعوائل بشكل مباشر، ما أعطيت لوزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الهجرة والمهجرين هي تعطيها للعوائل، لكن لم تقدم أي مبالغ نقدية من قبل الحكومات إلى الكنائس للمهجرين. نعم، لسيادتكم مشروع يمكن هو فريد من نوعه بالعراق عموما، اللي بدأ بتسكين المهجرين في بيوت كل عائلتين أو ثلاثة في بيوت معينة. أين وصل هذا المشروع لغاية الآن؟ وكم يحتاج من المال شهريا؟ وما هي فكرتكم المستقبلية ونحن نرى أن الوضع يتطور ويطول؟ هي فكرة المشروع قديمة، يعني أهلنا من هجروهم من الشمال بالستينات والسبعينات. اللي ساكن بغداد يتذكر مثلا مناطق مثل البتاوين وكرادة وبغداد الجديدة مشتل، يعني من هجروا العوائل كانت كل ثلاث أربع يعني عوائل تجتمع في بيت واحد، مرات خمسة ستة يعني في البتاوين حتى عشر عوائل، كل عائلة غرفة واحدة معينة. فهذه الفكرة اللي هي كانت يعني عاشوها عوائلنا لعشرين سنة كانت موجودة. سيدنا أميل هو اللي بدأ بالمشروع، أنه اتصل بكاريتاس ألمانيا إيسن وقال لهم أنه عندنا عوائل كثيرة في مباني غير مكتملة، فهل بالإمكان؟ وطلعنا نبحث عن البيوت وشفنا أول مجمع اللي هو يم قاعة مرحبة، وأجرنا هذا المجمع، وسيدنا أمين قدر أن ينقل كل العوائل اللي كانت تسكن في مبنى غير مكتمل، عمارة غير مكتملة، وكل عائلة أخذت غرفة وتتقاسم البيت. وطورنا المشروع، وبعد ما هو ترك يعني أنا استلمت أيضا. يعني هو كان قدم أول مرة مبادرة من سيدنا أمين، ثم لجنة الإغاثة الأسقفية كأساقفة تبنتها، قدرنا أن نأجر في أوزال مدينة مجمع سكني
وصلنا إلى أكثر من يعني من 150-165 بيت، لأنه يعني عادة اللي يعملون بالمشروع هم علمانيين، شماس شوان، خالد، سيد خالد يوسف، هذول اللي يعملون بهذا المشروع، وأجروا بعدين في كنجان، وأجروا في دروازة، في عنكاوة، إلى يعني بداية الشهر السادس كانت لجنة الإغاثة الأسقفية كان يعني سددت المبالغ لهذه الإيجارات. كم هي المبالغ سيدنا؟ يعني كانت تدفع تقريبا 164 ألف دولار تقريبا إلى 175 ألف دولار إلى ذاك الوقت شهرين. بعدين أي شهرين بعدين بدينا نزيد عدد البيوت، يعني لأنه عوائل طلب كثير صار عندنا، خاصة العوائل اللي كانت يعني مؤجرة من هي البداية، هي اللي أجرت. اليوم دا ندفع يعني من بداية الشهر السادس توليت أنا البرنامج وخاطبت عدة جمعيات، وقدرنا أن نحصل على تمويل من تشيرش النيد بمليونين يورو يكفي لأيضا تأجير بيوت إلى نهاية هذه السنة، يعني أنه نسدد مبالغ إلى نهاية هذه السنة، و 300 ألف دولار من مجلس السقف في إيطاليا، 300 ألف دولار أيضا من ميسيو آخن. أولا نغطي بها البيوت المؤجرة والردي اللي زادت، يعني إحنا من شهر السادس كل شهر هسه صرنا ندفع 292 ألف دولار كل شهر، من شهر السادس 292 ألف دولار، إضافة إلى برنامج آخر اللي هو أنه العوائل اللي مأجرة بيوت وكانت مسجلة عندنا أنه عيني إحنا تعبنا دريد تساعدونا، هذه أيضا بدينا ندعم الإيجار مالتها 125 دولار، 150 دولار، 250 دولار، 300 دولار، حسب مثلا بالبيت الواحد قاعدين لنفرض أربع عوائل خمس عوائل ممكن ننطي، يعني حسب ما التقرير اللي يعده شماس شوان مرات توصل ال 500 دولار 600 دولار حسب حجم البيت، حجم العوائل اللي ساكنه به. بديتوا بالتوسيع هذه من بداية الشهر السادس احنا بادين بهالبرنامج ايضا، لانه مليونين و600 الف دولار هذا اللي حصلته لهذا البرنامج، هذا كله راح ينفق الى السكن. هسه دا نشوف صعوبة في إيجاد بيوت جديدة، لأنه أيضا مشكلة الرمادي وصلاح الدين هاي خلت مهجرين أكثر، فصار طلب كثير عندنا على البيوت. فحاليا إيش دا نعمل؟ أنه نغطي الموجود، أي بيت يجهز، يعني لأنه إحنا ما نقدر نأجر أكثر من 750 دولار، صعب علينا، يعني إحنا مبلغين الجمعيات أنه هذا هو الرينج مالتنا. نبدي ان احنا لازم نأمن المبلغ للبيوت اللي تم التعاقد معها. هذا البرنامج شفاف جدا جدا شفاف، ليش؟ لانه عندك صاحب البيت هو صاحب الملك، تليفونه، اكو عقد، وبالامكان، لانه احنا كل برامجنا هي نسميها ايضا مدققة حسابيا من قبل شركة مستقلة، فنهاية كل شهر اكو اوديتينج، يعني تدقيق على البرنامج، انه تليفونه يتم الاتصال به احيانا للتاكد على انه هذا التليفون هو صحيح، انت صاحب البيت، نعم، ايش قد مأجر، ايش قد تستلم من الكنيسه، وايضا يتم الاتصال بالعوائل الساكنه، لانه احنا حاطين تليفوناتها، فدائما حاطين تليفونات اذا حبوا يتصلون بهم ايضا يتصلون، وما ياخذ جهد، لانه انت تشتغل يعني يشتغلون عليه يعني مده اسبوع واحد لتسديد الايجارات. البرنامج المتعب هو حقيقه دعم الايجار، لانه هذا يعني شماس شوان ياخذ كل من عند الشهر كله، لانه عندنا مراجعات ويجيبون العقد، يتاكدون من العقد، يتصلون بصاحب البيت، يشوفون قيمه الايجار، لان مرات من يجينا بعض ضعاف النفوس يحاول انه يستفيد من هالبرنامج ويستفيد من هالبرنامج، وهذا ياثر. بس اكيد احنا ما عندنا هالمنهجيه انه بسبب ضعاف النفوس احنا نغلق برنامج، لا، ممكن تصير حالات عندنا انه هذا يحاول يستفيد، هذا يحاول ينتفع، اكو قسم من عندهم مثلا هم جاي من سنه 2005 ويريد هسه يستفاد، يعني لازم يفهمون انه احنا من قدمنا على هذا البرنامج قدمنا لمن هو نازح من اب 2014،
صحيح الكل نزح من الموصل من 2005، بس اكو فرق ما بين واحد مستقر وعنده شغل ويعني اكو امور. فهذه برامج السكن انا لانه هي اولويه، يعني هو المهجر ايش يحتاج سكن، طبابه، تعليم، هالثلاث اضلع المثلث كلش مهمه، لانه بقيه الامور يعني. وقدرنا ايضا نحصل على يعني هذا هو شغل أبرشية أربيل، لأنه أبوابنا مفتوحة ومطروقة، والناس من تجي ما أقدر أقول لهم أنا ما عندي روحه، أنا لازم أسمع الحاجات. سيدنا هذه المبالغ مؤمنة لشهر 12 لبداية عام 2016، بعد هذه المدة ما هي الطرق يعني هي احنا البدائل؟ بشهر التاسع عندنا يعني عندي تقييم للموضوع، يعني حيكون عندي تقييم للموضوع ونشوف ممكن انه اذا صارت الامور يعني، وهناك بشائر بالتحرير وبإمكانية العودة، وموضوع العودة ايضا يحتاج ترميم البيوت وتأهيلها، يعني حتاخذ 6 شهور اخرى. يعني اذا احنا عبرنا الشهر التاسع وبدينا السنة الدراسية وما زالوا المهجرين موجودين، يمكن لازم نقدم لي 6 شهور أخرى يعني من أجل أن نكمل هذا الدعم. في قطاع التعليم ما هي مشاريعكم، وهل هذا العام إذا لا سمح الله المهجرين موجودين في أبرشية أربيل الكلدانية، طلاب المهجرين، أبناء المهجرين سوف يدخلون كلهم في مدارس وسوف تكون السنة سنة دراسية اعتيادية بالنسبة لهم؟ بالتأكيد راح تكون سنة دراسية، لأنه تم إضافة إلى 8 مدارس إلى السيستم. جمعية تشيرش النيد، الكنيسة المتألمة، قدمت دعم لبناء 8 مدارس عن طريق شركات نفذتها. نفذت مدرسة في ديرابون، مدرسة في دهوك، ومدرسة أخرى راح تكون في دهوك، 3 مدارس في دهوك، 5 حتكون في عنكاوا. وأيضا الخوات الدومينيكيات، خوات القلب الأقدس، أيضا يعني راح يدخلون بشكل مباشر في الإشراف على 2 مدرسة يعني من هذه المدارس. فالتعليم إن شاء الله راح يكون جيد. الآن دا أحاول وطلب من عندي أيضا المساعدة في موضوع إيجاد مبنى لطلبة الجامعة، لأنه أكيد سفرهم إلى كركوك أيضا، فدا أحاول أنه أشوف مبنى مباشر. إضافة إلى ذلك كان عندنا مشروع قديم، هو من 2011 حطينا حجر الأساس إلى كان وقتها حول بناء جامعة كاثوليكية. بعد رؤيتي لما يحصل، ونظرا أنا أؤمن أنه الأمية والجهل هي أخطر من داعش، وإحنا كمسيحيين معروف عندنا دائما بكفاءات عالية أكاديميا، وحرام أنه يحرم أولادنا من هذا الشيء. لذلك صارت فكرة الجامعة مهمة بعد أكثر، أنه يعني نحاول نقدم تعليم يعدل أفضل في العراق وفي المنطقة. أنا أقول من خلال الجامعة الكاثوليكية في أربيل، اللي إن شاء الله إحنا قدمنا يعني طلب الإجازة، وإن شاء الله ما راح، لأنه الطلب مالتنا متكامل وتم إعداده من قبل أساتذة أكفاء في جمعية حدياب للكفاءات، مشكورين وساعدونا في هذا الخصوص. بالتالي يعني راح تفتتح وراح تكون متميزة، أنه تعليمها هو باللغة الإنجليزية، بعلاقات واسعة مع جامعات رصينة كبيرة لها سمعتها بالعالم، خاصة كونها جامعة كاثوليكية راح تكون مفتوحة للآخرين. هسنا أكثر من 572 طالب قدموا امتحاناتهم للسادس الإعدادي فقط من المهجرين، يعني نسبة كبيرة من عندهم أكيد راح تتجاوز وتنجح. عندنا مشكلة في كردستان أنه الجامعاتنا مزدحمة في كردستان، يعني ما لهم مرات كثيرة ما راح يكون لهم مكان، رغم أنه حكومة الإقليم فتحت كل الجامعات، لكن الواقع يقول أنه صعب راح يكون استيعاب هذا المبلغ، نقول هذا العدد الكبير من الطلاب. 120,000 طالب أدوا امتحاناتهم في إقليم كردستان، نسبة كبيرة من عندهم هذه حينجحون، يحتاجون إلى جامعات.
فأنا بالنسبة لي إذا طالبنا وبسبب الهجرة يحرم من دراسة الجامعية هذه كارثة. فإحنا كنيسة ككنيسة لازم نستبق الحدث ونهيئ الأفضل بعد لطالبنا. وليش ما يكون عندنا جامعة؟ يعني ما ينقصنا شيء، كفاءاتنا موجودة، إمكانياتنا موجودة، وهناك كثير من الرغبة في دعم مثل هذا المشروع. مجلس سقفة إيطاليا تبرع بمليونين وثلاثمائة ألف يورو لهذه الجامعة. طبعا المخططات الأولى كانت أنه جامعة حقيقة يعني بأربع طوابق وفد شيء كبير، لكن بسبب وجود يعني كامب للمهجرين قريب من الجامعة أو عزت إلى يعني الشركة الهندسية أنه تغيير المخططات وجعلها في التصميم يشبه سكن، لكن مستقبلا سوف يكون أكيد بناء. أكيد راح يكون أكبر. لكن هذه المبنى الجديد اللي راح يفتتح، راح يفتتح ب 28 قاعة دراسية، راح يفتح بقاعات كبار، راح يفتح بمكتبة، يعني كل شيء متكامل يستوعب 700 طالب. يعني مو أنه هو، لكن الديزاين هو أكثر يتوافق مع الحالة. مستقبلا إن شاء الله يعني تصير الظروف أحسن ممكن تطوير البناء أكثر. نعم سيدنا، القطاع الصحي هو من أخطر القطاعات ومن أخطر المشاكل اللي يواجهها المهجر، وخاصة غلاء الدواء واستشارات الطبية. ما كان عملكم خلال هذا العام في هذا المجال؟ بالأشهر الأولى كان عندنا ثلاث عيادات فعالة، واحدة في كنيسة أم النور للسنان الأرثوذكس، وفي كنيسة مارت شموني، وفي كنيسة مار يوسف، كلها متطوعين، أطباء من سكنة عنكاوة، أطباء من المهجرين، كلهم كانوا يشتغلون بشكل تطوعي كامل. بعدين بسبب زيادة الحاجة ويعني كان لازم أكثر تكون بروفيشنال، يعني تأسس عيادة مارت شموني في منطقة 189 وبدعم من عديد من المنظمات، وأشكر جهود أبونا بهنام بينوكا على يعني جهود الكبيرة حقيقة اللي بذلها هذا الكاهن مع بقية الكهنة. ويعني أنا أحيي كل الكهنة والرهبان والراهبات على مرافقتهم حقيقة للمهجرين، يعني لولا وجودهم الأمور كانت تكون سيئة جدا. يعني كهنتنا رهباننا راهباتنا أبطال حقيقة في الخدمة، يعني في أي ساعة كنت تشوفهم موجودين. فأبونا بهنام حقيقة هذا القطاع كان له إسهام كبير، فأسس مركز ماتشموني اللي اليوم يقدم خدمات متعددة، عيادة طب الأسنان، باطنية، أشعة، مختبر، كل شيء. وعندنا عيادة مار يوسف أيضا الخيرية اللي موجودة خلف مدرسة مار قرداخ، بيديرها راهبات الصليب المقدس من الهند اللي هم متخصصات في هذا المجال، مع أطبائنا من عنكاوة بشكل تطوعي. وهناك أطباء مثل الدكتور طه النعمة، شوقي غزالة، يعني دكتور خالد، دكتور سيزا أيضا يجون بشكل تطوعي. عندنا أطباء آخرين مثل دكتور عزت وغيره اللي هم أيضا كبار، قد يعني مأكدين أنه دكتور فرانكلين، كثير هم الأطباء يعني قائمة كبيرة، مأكدين أنه أي واحد يبعث من قبل الكنيسة أو من قبل هذه العيادات العلاج هو مجانا. ويمكن ما يقبلون الأطباء أن أذكرها، بس أذكرها المساعدات كبيرة يقدموها لهم. احنا صار اتفاق بين العيادتين على انه عيادة مار يوسف تتولى عملية تأمين دواء لذوي الأمراض المزمنة. اكثر من 1800 مريض شهريا يستلم حصة من الأدوية مالتا لشهر كامل، وبعض بعض الحصص هي 120-130 دولار. هذه كلها مدعومة من قبل تبرعات من الكنائس ومن الخيرين. ويشرف على هذا البرنامج
أطبائنا وعلمانيين، يعني هو المشروع كله بإشراف العلمانيين، هم اللي يستلمون، هم اللي يبحثون عن الحاجات، عندهم داتابيس، هم اللي يصنفون، هم اللي يوزعون، هم اللي يعدون التقارير. ومؤسساتنا والمؤسسات تدعم هذه المشروع، يعني تقريبا 38 ألف دولار شهريا فقط للأدوية، وهي موثقة كل أنواع الأدوية. فأكو قسم مثلا يجي أنا أحب أقدم مساعدة في هذا القطاع، فعادة أطب يعني مسؤولي المركزين يقولوا له أنه إما تقدم مبلغ على مود نشتري هذه حاجاتنا، أو هذه هي حاجاتنا تقدر توفرها. عادة إحنا كلها نشتريها من هنا، لأن جربنا أنه وصلت لنا أدوية بالبداية، يعني 3-4 أسابيع إلى أن تطلع من المطار، بسبب أنه لأنه أكيد هناك قوانين خاصة فيما يخص الدواء، دخوله الإكسباير غيره، فعملية تطول، فارتئينا إلى أنه نشتري من السوق المحلية. ففي قطاع الصحة عادة هناك دعم متواصل خاصة لذوي الأمراض المزمنة. وعمليات كبرى أيضا تساعدون؟ بالبداية كان عندنا بعض المبالغ اللي خصصت لدعم العلاجات، لكن هذه المبالغ نفذت، لذلك ما عندنا الإمكانية حقيقة إلى أن نساعد، لأنه بعض العمليات أيضا تكلف يعني كبيرة. الشيء اللي نلجأ إلى أنه دائما نقول للمريض، من يكون عندك مريض يعني عملية، رجاء أن اتصل بنا قبل، على مود نقدر نأمن لك مع المستشفيات ومع الأطباء اللي برحابة صدر يساعدون، يعني بس أهم شيء يعرفون قبل الوقت أنه هذا هو نازح وليس به إمكانيته أن يقوم، فعادة المساعدة هي موجودة. نعم سيدنا، السلة الغذائية من أهم حاجيات اليومية، كيف تؤمنون السلة الغذائية لمدة عام وأنت تتحدث عن 10,000 عائلة متواجدة؟ يعني كيف تستطيعون أن تؤمنون شهريا 10,000 عائلة تأخذ حصة، ولربما لن ينتهي الشهر ويأتي الشهر الآخر، فكيف تديرون هذه العملية؟ أولا هو يعني الإدارة هي تحت رعاية أستاذ فهمي وأستاذ دلدار، هم اللي يقومون بالإدارة المباشرة على هذا المشروع بإشرافهم المباشر، وطبعا هناك من يعني يقوم أكيد يحتاج إلى عملية عروض وشراء وتخزين وتكييس، هذه كلها عليهم هي. احنا علينا فقط أنه نتصل بالجهات المانحة ونأمن هذا الموضوع وتم تأمينه. هو العدد مو 10,000، لأنه احنا أيضا عندنا بعد أيضا عوائل مسلمة ويزيدية يتم مساعدتهم فيوصل ضمن هذا البرنامج، فممكن يصل إلى 15,000 يعني ضمن هذا البرنامج. 15,000 عائلة شهريا ممكن يوصل هذا العدد. وكم يكون مبلغ المقدر تقريبا لكل عائلة من المرض؟ يعني مع النقل والتكييس، يعني حسب ما آخر يعني حسب ما وزع من شهر سادس، يكون 59 دولار وكم سنت، يعني حسب ما قدم يعني قدمت الوصولات والكشوفات. أيضا هذا البرنامج بثلاث فئات، الفئة العوائل التي تسكن المجمعات السكنية، وهذه يتم الاتصال بمسؤول المركز إن كان كاهن أو كان علماني، نعرف من عنده العدد، نأخذ من عنده القائمة ويتم تجهيزها. بعدين يبدون يتصلون بالعوائل اللي هي داخل أربيل كلها، معناها نتحدث عن 12,700 عائلة مسيحية بهذا العدد، ها يتصلون بهم، وطبعا يحتاج إلى عملية فرز وتصنيف وإبعاد العوائل اللي جاية من قبل 2014، يعني هذا أيضا تحتاج تعب، يعني أنه لازم يتأكدون أن هذه العائلة حقيقة تم تهجيرها من شهر السادس 2014، مو أنه من قبل تصنيفها. وبعدين يجون إلى الفئة الثالثة، هي المسلمين واليزيدية. نعم سيدنا، في السلة الغذائية وبحسب متابعتنا هناك انتقاد كبير، لربما بعض الحالات تقول لم تستلم اتصال
أو لم تستلم أي من المواد منذ وصولها ولغاية الآن. هناك عوائل تشتكي من تأخر وصول هذه المواد، هناك عوائل تقول إن ما يعطى هو قليل. فممكن أن نعرف ما هي الآلية، آلية كتابة الأسماء، آلية التوزيع، من هو المفضل ومن هو الأول والثاني والثالث؟ يعني مثل ما قلت لك أكو فئة اللي هي موجودة بالمراكز، يعني مركز الشباب، مركز عاشتي، نشتي ماني، 189 فيرفريد سنتر، يعني هذولا سهل، الكرمة، الكرامة، الأمل، هذولا موجودين، عوائل سهلة أنه تأخذ الأسماء وتجيبها. الفئة الثانية احنا نستلمها من مسؤولين الرعاية، يعني أطلع على أبونا يعقوب باباوي اللي هو مسؤول رعية السريان الأرثوذكس، نأخذ من عنده الأسماء والتليفونات. نطلع على أبونا عمار سعد الله اللي هو مسؤول عن السريان الكاثوليك في هذا الموضوع، نأخذ من عنده الأسماء. نطلع على أبونا ثابت اللي هو مسؤول عن الكلدان المهجرين في أربيل وعنكاوة، ونأخذ من عنده الأسماء. فإحنا نستلم من المسؤولين من الرعاية، ما نعتمد على الداتا بيس مالتنا. بعد الاستلام أكو عملية جدا مهمة خاصة لمن هم بالبيوت، أنه نحاول أن نصنف من هو مهجر منذ حزيران آب 2014 ومن هو موجود قبل هذه الفترة. لأنه إحنا لا تنسى في عنكاوة استلمنا، يعني استقبلنا 5 هجرات من 2004 إلى حد الآن، إلى حد 2014 عندنا 5 هجرات. الهجرة مال 2014 هي الهجرة السادسة، يعني عندنا 5 اضطهادات سبقت هذا الاضطهاد. فهذول العوائل جوي قبل هالفترة كانوا مستقرين، عندهم أشغال، عندهم رواتب، فأنت مو معقولة أنه أنت تساويهم مع آخرين، لأنه العدد بهالحالة يوصل إلى 16-17 ألف، يعني إحنا ما عندنا هالإمكانية. 2، السلة الغذائية أولا موادها يعني نقول إكسبايرها عالي جدا، سلة دسمة، ويعني بسبب كم مادة تتكون السلة الغذائية؟ بصراحة ما عندي الفكرة، بس أعرف أنه مثلا الرز موجود بكمية، برغل جافة، مواد جافة كلها، البرغل والرز والمعجون والدهن الزيت واللحم لانشون، أكو الشعرية، أكو الشاي، أكو الصور، يعني هي 9 مواد، 9 إلى 10 مواد يعني متكاملة. طبعا هو كل ما احنا عادة من نقدم إلى الجهة المانحة نقول أنه أكو هذه يعني فورما رقم 1 اللي هي هل هذه المواد هذه هي أسعارها، أكو فورما رقم 2 مثلا مواد 12 مادة هذه هي أسعارها، فورما رقم 3 بعد أكثر، يعني إحنا نقدم $60 $75 $90. فالجهة المانحة تختار تقول أنا أختار فورما رقم 1 اللي هي $60 مع النقل مع التكييس اللي هم الدولار، يعني ياخذ له دولار او دولار ونص لانه هذه مطلوبه. فاحنا بهذه الطريقه تشتغل. والشيء الاساسي انه مكان التوزيع معروف، فيقدرون يزوروه للاطلاع، للسؤال، للاستفسار. يعني وهو يعني واضح، ما الشيء الاساسي انا دائما ناكد عليه انه الشفافية في هذا الموضوع وفي موضوع المساعدات هو يمكن يعد العنصر الأساسي. لأنه كيف أنت ممكن أن تديم الدعم إلا من خلال الثقة المتبادلة؟ فدائما نطلب وإحنا نطالب بالزيارات، مو فقط لأنه ما عندهم ثقة وما عندنا ثقة، لكن من يشوفون، واليوم العالم يعني بسهولة ممكن يأخذ صور ويبعثها على الويب سايت ويشوفون، يعني العالم مو كلش غشيم إلى هذه المرحلة. يعني إذا الجهة المانحة هي على سبيل المثال تشيرش النيد،
يعني تشيرش النيد ما ممكن تعتمد بس على التقارير اللي تقدمها الكنيسة. تشيرش النيد اليوم عندها كثير من الأصدقاء داخل العراق وداخل أربيل، وتكلفهم أنه روحوا وشوفوا أنتوا وأخذوا صور. هذا وارد جدا. يعني وجبة الأخرى حتقدم مثلا من كاريتاس إيطاليا، وارد جدا. هناك جمعيات أخرى تعمل ضمن شبكة، فأيضا هذه كلها يعني الخضوع إلى المراقبة هذا عملية جدا يعني مسؤولة، وأعتبرها أنا هذه قمة الشفافية. الخضوع يعني من يحاسب ومن يراقب، من يعد مسؤول، المسؤول هو من يسأل عن، فوارد جدا. فأنا يعني دائما أقول أنه يكفينا انتقادات، أكيد ماكو فد شيء عندنا كامل. يعني إحنا نتمنى أنه نقدم سلة غذائية من $150 مو $60، نتمنى. لكن أنت على المود أيضا تحط في بالك أنه هذه الجمعية اللي دعمت هذا البرنامج هي أيضا عندها احتياجات أخرى، يعني عندها برامج أخرى، عندها ناس مهجرة أخرى في سوريا في غير مكانات. وبعدين يمكن هي، ومثل ما إحنا حاكين، يمكن هي موضوع 6 أشهر، فجوز نرجع نطلب من عندهم. فهي مو معقولة أنه تختار يعني تقول. وبجانب آخر أصور مثلا World Vision ما زال يقدم منحة، أكو سولد، أكو كثير جمعيات ما زالت تقدم. الفئة الأكثر تضررا، العفو، مو يعني مو تضررا بقدر ما أنه استلمت أقل مساعدات، هي العوائل التي تسكن البيوت. يعني العوائل اللي ساكنة بالمراكز عادة كل المنظمات تلجأ إلها، وهذا مرات ايضا يخلي يعني شفت صعوبه من مرات يكون عندنا 5 بيوت او 6 بيوت جاهزه للايجار، نروح على مركز من المراكز ونقول يا بدر نريد عوائل تسكن بهذه البيوت، بعض العوائل تفضل تبقى بالمراكز وما تريد. ليش يعني؟ فهذه العوائل اللي تسكن البيوت اي اقل استلاما للمساعدات، بس عاده احنا نستلم قائمه الاسماء من مسؤولي الرعايه. نعم سيدنا، في الآونة الأخيرة كان هناك موضوع يطرح أنه بديتوا باستلام جزء أو مبلغ معين للخدمات من بعض مراكز المهجرين، وهذا سبب قلق وسبب حالة من عدم الرضا لدى المهجرين. ما كان سبب تقدمكم إلى هذه الخطوة لاستلام هذا المبلغ من أجل الخدمات؟ هل المبالغ اللي عندكم لا تكتفي أم ما هي الإجراءات الجديدة؟ يعني قبل واحد ثلاثة كانت لجنة الإغاثة الأسقفية اللي قلت عن يعني ذكرتها، هي كانت مسؤولة عن المراكز بشكل مباشر. المركز لنأخذ مثلا مركز الشباب اللي هو ب210 كرفان تقريبا، تقريبا 215 عائلة، هذا يحتاج إلى خدمات ماء شرب، لازم يوميا نجهز سحب مياه ثقيلة، كهرباء اللي هو غاز، وإدامة المولدة، يعني عطلة المولدة احنا جهزنا بمولد جديد. يعني فشهريا تقريبا هذا المركز توصل إلى 10 مليون صرفياته شهريا. ف أبونا بشار قضية مشكور مثلا عمل على مثلا إيجاد تخفيف من هذه المبالغ، مثلا مدوا شبكة مي، يعني شوية خف عندنا المبلغ، بس الغاز والهذا بقت بقى. فبعد 1/3 احنا سلمنا إلى كاريتاس. من قلنا أنه احنا نسلم الكاريتاس وانتهى عمل مجلس لجنة الإغاثة الأسقفية، انقطعت التبرعات خلاص، ما قاموا يبعثون إلى لجنة. آسيا نيوز بعثت $36,000 وسلمتها للكاريتاس، وبعدين رجعت بعثت $62,000 وسلمتها للكاريتاس. فهذا واحد من المراكز اللي يحتاج ل 8 ملايين، يعني تقريبا $6,000 $6,500 شهريا. فيلفريد سنتر نفس الشيء، آشتي نفس الشيء، هاي كل المراكز تحتاج إلى إدامة. فكان الرأي أنه يابا كل عائلة من العوائل التي تستقبل هذه الخدمات ممكن تدفع 10,000 دينار تساهم. هذا
$8 او اقل. اي تساهم فيه لانه انت معناها مليونين لانه او مليون ونص لانه قسم من العوائل فقيره ما ياخذون من عندها. بس انت تبقى الكنيسه او الكاريتاس مسؤول عن دفع تسديد 6 مليون ونص لتكميل هذا المبلغ. فهو يعني هي مساهمه مثل ما لانه كثير عوائل مثلا نشكر الله انه قسم من عندهم بدأوا يشتغلون يعني وهذا شيء جيد يعني العمل حقيقه فرصه جيده للعوائل انه تبدي تعمل يكون لها دخل. فاتصور هو 10,000 دينار اللي طلبت من عندهم للمساهمه في التخفيف عن الصرفيات وليس لدعم لجنه او برنامج. هو يعني هو مسؤول المركز يجمع ويقول انه وارد من هذا المجموع هو فقط 1.5 مليون او 1.6 مليون والكاريتاس او الكنيسه لازم تكمل. سيدنا بتقديركم الان شهريا تحتاجون الى اي مبلغ على مود تغطون مصاريف كل برامج اللي تطرقت لها خلال حديثنا؟ مبلغ اكيد مو دقيق يعني تقريبا تحتاجون الى شقد من المال لتغطية كل هذه المشاريع وإدامتها؟ صعب أجاوبك على هذا لأنه أنا كمطران يعني عندي كم برنامج بس يمكن أكو حاجات أخرى أنا لست ملم بها وليست تحت رعاية برامجي فكلش صعب أن أجاوبك. بس لأنه مثلا أنا أقول مثلا نحتاج إلى تأمين سلة غذائية ل 13,000 عائلة. ممكن هذه السلة تكون $50 أو $60 أو $70 حسب الجهة المانحة. عندنا $292,000 إحنا بدنا نساعد بها الإيجارات. ممكن هذا المبلغ يصعد بعد أكثر إذا أجرنا بعد بيوت. عندنا يعني دعم للإيجارات اللي هو ساكن أيضا في إيجار يصل إلى 85,000 دولار شهريا. ممكن هذا يزيد بعد أكثر لأنه كثير هي العوائل اللي أجرت على حسابها. عندك دعم للمراكز ماي وسحب مياه ثقيلة وغاز وإدامة الكرفانات يوصل إلى $40,000 لكل المراكز. عندك الأدوية تحتاج تقريبا إلى $40,000. فهي حسب البرامج. بس هذه البرامج اللي أنا أعرفها. بس أكيد هناك حاجات أخرى يعني لست عارف بها يعني. بس هو مو أقل من $2 مليون هذا إذا حكينا فقط عن أربيل شهريا لتأمين الطعام والطبابة وما نسميها أمور عينية. احنا همنا لازم نأكد على حقيقة أنه الكنيسة هي واجهة لكن الذين يعملون هم علمانيين. الذين دا يشتروا يعني المسؤولين على لجنة المشتريات هم علمانيين. اللي دا يطلعون للأسواق والشراء هم علمانيين. اللي دا يقومون بالأشغال هم علمانيين. يعني هذه الثمان مدارس نفذوها شركات هي من النازحين يعني لهم نفس الشيء. الأشغال اللي يعني اليوم تشوف كثير من الأشغال اللي دا تقوم بها الكنيسة كلها علمانيين نفذوها. إن كان من الخطوة الأولى الكنيسة هي فقط تقدم الطلب وتأخذ المبالغ وتطيها للعلمانيين. فالعلمانيين دي يقومون بكل هذا الدور. يعني إحنا ما نقدر نشتغل من دونهم لأنه هو مو واجبنا. يعني هذا مسؤوليتنا الأولى هي أنه نعرف العالم بحاجاتنا. واجبنا هو هذا. لكن أنا ما أقدر أنزل للسوق وأشتري وأتعامل. هذا مو شغلي. هذا شغل العلمانيين اللي هما أبدع وأكثر كفاءة من عندي. يمكن أنا أقول روح اشتري بس العلماني هو عند الوقت الكافي هو يعرف بحيث يروح يشوف عروض ويتسوق. فهذا مهم جدا بالعمل أنه نشكر علمانيين مثل ما نشكر كهنتنا ورهباننا وراهباتنا على تعاونهم حقيقة في هذه الظروف. كمطران لأبرشية أربيل كلدانية إلى أي نسبة أنت راضي عن رعيتك وعن شباب وشابات وعن أوائل الرعية خلال هذا العام مما تم تقديمه؟ يعني في أكثر من مناسبة وأقولها أنا أفتخر برعيتي. أنا أفتخر برعيتي لأنه بعوائلها بشبابها بشيوخها بنسائها بكل الفئات حقيقة قدموا صورة
رائعة جدا عن معنى المحبة المسيحية، محبة مجانية. بعض ضعاف النفوس موجودين يعني، لكنهم ما ممكن يوسخون بياض وطهارة المحبة اللي قدمت أبدا، ما ممكن. فأنا أفتخر أنه مؤمنين بيوتهم كانت مفتوحة بداية الأزمة وواكبوا وقدموا. يعني بالفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية أنا أعرف حتى بعض الإيجارات نزلت، يعني هو صاحب البيت نزل الإيجار في حين أنه هي أزمة مالية. ها اليوم كل دولار هو مطلوب وكل دينار هو مطلوب، لكن بسبب الأزمة المالية بعض البيوت أيضا نزلت إيجاراتها. ما يشاع هنا وهناك عادة ما نأخذ به بصراحة، لأنه الإيجابيات وبركات اللي الله أنطاها للرعية هي أكثر مما أنه إحنا نقولها. عنكاوا هي مدينة مسيحية أنشئت وشيدت لأن تخدم بمائها وكهربائها وشوارعها وكل شيء لأربعين ألف، فجأة تصير مئة ألف، ومع ذلك نبقى يعني نتواصل. طبعا من جانب آخر بعض يقولوا أوكي بس إحنا مثلا هسل النازحين أيضا وهم كانوا في هذا المجال مثلا بدوا نزلوا إلى السوق، بدوا يفتحون أسواق، هذه أيضا أثرت على الاقتصاد، بعض الأسعار نزلت. بس هذا صار لأنه أكو ترحيب بالموضوع، أكو ترحيب بالموضوع يعني. فأرجع دائما يعني يقال سيدنا فلان أكو كلام عن فيسبوك فلان، يعني دائما أقول عافية لا كل شيء نأخذ به. ما معقولة أنه ثلاثة أربعة يثيرون موضوع وإحنا كلنا نندمج وياهم ونسيء إلى الخير الكبير اللي مدى يشوفوه. لا، الأمور اللي ممكن نحكيها بوقائعها عن أبرشية أربيل وعن الاستقبال والمحبة المجانية اللي قدمتها أبرشية أربيل، مو بس هنا، في ديانة وفي شقلاوة وفي كوي وفي أرموطة وفي عنكاوة، يعني كانت كبيرة وقصصها مفخرة. نعم سيدنا، قبل لا ننتهي وقبل هذا اللقاء كنت موجود بأستراليا ضمن مؤتمر للجامعات الكاثوليكية بالعالم، ذكرت جملة أنه داعش هي سرطان بالنسبة للعالم، هل سوف يستأصل هذا السرطان أم سينتشر؟ بالنسبة لمطران كاثوليكي اللي احنا عندنا إيمان أنه لا يوجد حرب عادلة، وقناعاتنا وتعليمنا الكنسي أنه ما ممكن التشجيع والمنادات بالعنف، لكن لا دائما نلجأ إلى الحوار، لكن نلجأ إلى الحوار مع من يقبل التحاور. في داعش الوضع كله يختلف، هناك شر ولا يمكن التحاور معه لأنه ما يقبل التحاور، هو داء، هو وباء. ودائما من تسأل أطباء في معالجة السرطان أول شيء هو terminating، هو قطع يعني. وبعدين هناك أيضا المعالجات التكميلية، فأكيد استئصاله هو واحد، لكن أيضا المعالجة هي مهمة، المصالحة السياسية، العدالة للجميع، الفساد، إنهاء الفساد، إنهاء التهميش، هذه كلها عبارة عن باكيج كامل من المعالجة. فما يكفي فقط الاستئصال، هناك عملية كبرى. فإن شاء الله إن شاء الله متفائل بالعودة سيدنا؟ إن شاء الله. كلمة أخيرة تحب توجهها أو شيء تحب تذكره بهذه المناسبة الأليمة، سنة على تهجير مسيحيي العراق اللي كانوا أصل بلدة الموصل وقرى وبلدات سهل نينوى؟ أولا يعني هي شكر لله على سلامة الجميع،
هذا كلش مهم، انه خسرنا بيوتنا، خسرنا ممتلكاتنا، خسرنا كل ما بيننا، لكن اكيد المهم لا خسرنا نفسنا، لا خسرنا مسيحيتنا، لا خسرنا اجسادنا، وان شاء الله بهمة الخيرين والطيبين كل شيء يتعوض واحسن. اكيد صلاتنا لله المدي يساعد كل العوائل المهجرة في ان ينطيلها روح الصبر، على لانه هذا هو الصيف الثاني وصيف شديد قاتل بحرارته وبظروفه، ما سهلة أن تعيش في كرفان كل هالمدة، يعني أكثر يعني 12 شهر في كرفان مأساة هي. بالتأكيد أنا أحب أن نخصص خاصة شبابنا في مواقع الاتصال التواصل الاجتماعي، أنه تكون دائما مداخلاتنا إيجابية، مداخلاتنا تحث على الصبر، مداخلاتنا تكون مفخرة للآخرين. إذا كان هناك أي خلل في أي من أقول الممارسات والمساعدات والبرامج، حبذا لو يشار إليه بمهنية عالية، بتقنية، بشفافية، بوثائق إن كان أمكن، عدم إثارة البلبلة والفتنة والإثارة، يعني ثرثرة يعني ما تليق بينا، يعني خاصة الثرثرة ترخص الأزمة أكثر. فأتمنى أن جهود الجميع تتوجه نحو توعية الجميع حول حجم المأساة، ولا سامح الله إن كان هناك أي شر حتى لو كان في أي مجال من مجال الإغاثة، يجب أيضا أن يستأصل، لكن الأهم أنه نبقى ثابتين صبورين، وكلنا رجاء على أنه الأمور راح تكون أحسن. نعم، نهاية أحب أشكرك سيدنا على إتاحتك لنا هذا الوقت لتسليط الضوء على عام من الخدمة والعطاء اللي قدمتوه، ونتمنى لكم الخير والصحة والسلامة لخدمة المهجرين. أشكر كل من تابعنا خلال هذه الفترة، وكونوا معنا في لقاءات قادمة، وشكرا.